بعشرة والله حقك لازم بطنك. هاي الو اتاك شنو يا معود؟ ما عندي شاني جيت بس اشرب مي واروح من بعيد. شوف حتى صاحبه ما يجي كتأن واحد يا ولد. هاي ابلا ابلا هيد شوت سكوب 8. ابوي انت تمساح اركض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شوكم ان شاء الله طيبين. رجعت ياكم فيديو جديد وان شاء الله سلسلة جديدة من لعبة كونان اكزايلز. طبعا اللعبة همين السيرفايفل، تبني بيوت وهاي كذا شيء. راح انا اللعبة شايف عنا فيديوهات قليلة لكن راح نلعبها سوا وان شاء الله نختمها سوا. فيبو نحن سب البداية خلينا نشوف شنو ال طبعا شو حصل ستون. اوكي ستون حاله حال ارك حرف الاي يجمع اي. اوكي اتوقع اللي عرفه كليمب يقدر يصعد، اللي عرفه انه يقدر يصعد اي ياب يقدر يصعد. شو اخذنا؟ لحظه هو اخذنا حشرات، اخذنا حشرات يا ولد. اي متوقعين وكل بلانت فايبر. اوكي سيدز هي كبداية طبعا دائما يعلمك يعني درينك ايت سوي جامب هولد سبرنت هاي الامور. هل رقم واحد ايت؟ اي والله اكلناه. بروتينات يا ولد بروتينات. دود مدري شنو دا ياكل بروتينات. صرصور هذا الاحمر ابو شوارب بس يرادلنا شغلة، يرادلنا ماي والله. رايح يعطش هيج. السيدز هاي السيدز شو اسوي بيها؟ ازرعها؟ اوكي باع الصحراء شلون خرب. اي هذا شنو؟ برانش. اوكي هذا يفيدنا اكيد يفيدنا ما دام هيجي واقع وقليل بالقاع فاتوقع شي نادر. خلونا نشوف التاب حرف حرف الاي الانفنتوري. عندي ستون 9 بلانت فايبر تقريبا 50 السيدز هاي ما ادري شنو موضوعها. برانش اوكي حلو حلو نقدر نسوي البيكاكس. ستون بيك كرافت يرادنا برانش بعد تمام. ايش قد يريد فايبر؟ سوي كرافت يا بوي خلينا نلبس ملابس هذا على الاقل شويه يعني يحمينا. نعالات ما تقول لي شكو هيجي قاعد. يرادلنا الاكس يرادلنا ستون وبرانش. الاكس يرادلنا ستون وبرانش. اي البس قبل يلبس شوف ما يحتاج انا اروح انا البسه وهاي سوالف. تجمع واسمع صوت غريب. لحظه شنو هذا؟ خرب يومه نكاي شنو؟ وخر عنا وخر عنا وخر. خفاش ليل كورونا هسه لو ما اجيب له واحد صيني هسه لو لاعب مسويه صيني كان هسه اكل هذا. شافني شافني خرب شافني. لا والله راح. شو شنو هذا اللي كان ياكله؟ هاي God's cursed this sandstorm. شنو هذا؟ We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skin from our paws outside the ruins. بعد شلون الدروع عنده؟ تجيب الدروع ماله؟ The men are scared. I put them to work crafting rudimentary weapons. To feel this from. امشي 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 لا توقف هنا. ما ادري قام يتسمم ما ادري ايش بيه. ثيرستي عطشان. لا راح اموت راح اموت يا ولد. فهسه المي بعيد علي لين ما اوصل للمي انا ميت. شنو هذا؟ يا اخي اريد مي ولكن ماي. لا
لك راح يموت لاعبي. هيات المي الحق. اي والله لحقت. بعشا والله حقك لازم بطنك. هي الو اتاك شنو يا معود؟ ما عندي شاني، جيت بس اشرب مي واروح. اتاك يقول له اكباب، انا جيت بس اشرب مي واروح. بعدهم صاملين. اي روحوا على ذولاك. اوه راحوا على الوحش ذاك، ضربوه والله ضربوه. شو كل شيء ما يسوي هذا؟ شو هالوحش الفاهي؟ شو هالوحش الفاهي؟ شمشي خلينا نروح بعيد احنا. ما علينا احنا ما علينا. اوه اكو هنا يهمنا ناس. شباب فتحت هذا السيف، اتوقع اقدر اسوي هسه. يراد لنا ستون. هذا البرا توين. توين منين اجيب؟ لحظة توين، هذا توين. اوكي هذا توين نقدر نسوي شقد 13. هو شقد يحتاج؟ 5 بس. نقدر نحدد شقد كرافت 10. 10 توين نسوي لي. اوكي النغمة بعدها مشتغلة، يعني اكو يعني اكو شيء قريب علي يدور عركة. نفس سالفة ارك، ما ادري لان هذول بعدهم بدا يتعاركون. لا هذول بعدهم بدا يتعاركون. يا هذا شو هذا ما يضربهم؟ اوه والله ذاك احمر السلاح ماله ما يفيد نروح يمه، يعني جاي يطلع شيء احمر من يضربه. لحظة اكتمل مو نقدر نسويها سير. راد لنا ستون، ستون 5 عندي. خلني نجرب البيكاكس. والله رهيب بالتجميعة، والله رهيب. حلو. اي جد عندي 32 كرافت. جيب السيف يا ابوي، جيب السيف. خلي نروح نقاتل، نقاتلهم وندفعهم ثمنا غاليا. وين حط السيف؟ ها بيدنا بيدنا. اي نضغط على واحد. اوكي نقدر نقتل هذا اللي لوحده. هذا لوحده يا ولد. هاي طلعوا اثنين وفوقاها شلون يعيط. هاي اثنين على واحد ما يصحش. لا من الديزرت. لا لا يرسبني منك من بعيد. يو منين منين رسبني؟ لا لا زين قريب قريب. اوه طبعا عفت غراضي. هناك ما لقيت اروح له، كان الدنيا ليل فجيت هنايا. شوية المكان زين هنا، يعني ما اتوقع اكو شيء. عندي خشب، عندي يطلع عندي غراضة شوية، فاتوقع راح اخلي البيت هنايا. شو قدرنا نسوي بيت؟ غيرت شوية بالاعدادات مال السيرفر. زدت الاكس بي شوية، سويت 2. الدي النايت سرعة الليل زدته شوية. عندك هنا شوية الجوع والعطش شوية نقصت على مود لا يجوع بسرعة، مو كل ما تحكمت بكله. شو كان واحد سويته 0.7، وهنا الهارفست سويته 2. كان واحد سويته 2، يعني ما تحكمنا كلش هذا. فالهارفست انا احتاجت ازيده، لانه يعني انا من اجمع موارد ما اطلع لكم بالفيديو قاعد اجمع موارد، فهموني كيف يعني. ما يحتاج اشوفكم شلون قاعد اجمع موارد. فيب خلونا نبلش نجمع بعد شويه موارد من دول على مود نسوي البيض هنا. حلو خلي ابل في هنايا. حلو خلينا هنا هسه اذا نموت نطلع منه. خلي نشوف هنا ايش نزيد. القوة نحتاجها، نحتاج ال شو اسمه هذا الويت.
دم واحد طينة استمنة سترين تمينة تمام أساسة تمام أمورنا هيك نقدر نسوي رسيت ونخليها من جديد. هذا اللي لونه أصفر نقدر نفتحه لكن نشوف اللي أحمر ما نقدر. هذا الأخضر لأنه إحنا فتحنا هذا الأساسي لكن يرادنا نلفل بعد. أوكي هذا الكام فاير نقدر نفتحه. إيش قد عندنا؟ أفيلبل 6 هو أرشر. جيب الأرشر يريد 2 عادي عادي جيب الأرشر. الأسهم ماته وين الأرشر؟ الأسهم ماته. آه هو أوريدي هو يفتح الأرز. أوكي البيض همين فتحناه. هذا ما نقدر طبعا. انلوك اوكي جيب صفر اوكي نقدر نسوي الارشر امورنا تمام. فلينت هيد ارو اتوقع هذا الفلينت اللي اي هذا شنو بون هذا اسهم من عظم هذا اسهم من فلينت يعني من احجاره اتوقع هذا شو اسمه نجرب نشوف ياها اقوى اتوقع العظام ما نقدر يعني الفلنت نقدر هسه نصنعه. لحظة هاي شلون اخلي الاسهم نو امو زين هذا شنو هو باعش قد سوالنا 100 110 خير حلو خلينا هنايا نخلي الرجع هنا يا بالله يمكن بالجنطاي شوف التصويب اي شلون هذا تصويب بس اثبت بس اثبت بس يثبت بمكانه هذا ما ادري شي يحوص هيد شوت هو همين عنده اسهم استمنا استمنا رجع استمنا ابلع هيد شوت والله رهيب السهم من بعيد شوف حتى صاحبه ما يجي كتنه واحد يا ولد هاي ابلع ابلع هيد شوت سكوب 8 تعال انت الثاني تعال انت قاعد اي قاعد دخن سمونز كامين لا حبيبي هياتني هنا يا اني هذا ما عنده اسهم تعال خلى بلعك هيد شوت عباله كل واحد سنايبر اجيلك بيك يمين يسار بيك يمين يسار لاعب ايباد هاي ايبلا وين هذا وين راح الجثه مالته الاول اتوقع اكو شي نسويه وقف له لحظه 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 يا ولد طبعا رجعت بس سويت عدلت بعض الامور ورجعت كاتليني ذولا مرسبنين من جديد وكاتليني هسه راح انتقم حان وقت الانتقام طبعا جاي تعرك ويا هذا خطي هذا الجهل هذاك الحاله خلي نروح لهذاك اي خلوا نروح لهذاك اللي الوحده وينه اكو واحد هنا يا وحده اي هياته اي يا مدير ما ينطي بليد لا حانين والله قاعد يطيب بليد بس مو كلش قوي ابلع 8 سوي له هارفست جيب هايد يا بوي عنده ستون حلو جيب ايش عندهم هنا ما عندهم شي رجع هيل 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 صاحبي 7 رايت كليك ما
من طيب لي داني. راح يموت راح يموت. وخر وخر بعيد بس وخر. مات ذاك. بس خلونا نرجع دم. هيل بس هيل. يقدر يصعد لي؟ لا ما يقدر يوقعني. بس خلنا هيل. كل راح راح الزوج. هي تعال تعال احسن احسن. شو لا تقول لي راح يقعد هناك. لا يا غبي لا يا غبي. لك لك صاحبك استوي كتلته. اضربه اسهم هي شي 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 طشاري عمياوي عمياوي. تعال نسوي لك هارفس. تعال اقعد جيب اسهم. جيب والله جيب. احتاج اسهم اني. نجيب الاسهم نحتاجن. نجيب اللحم خلينا. شو بشني يحترق؟ لا تقول لي بال اوكي يوز. اي مو يوز يا معود. اتسممت يمكن لان اكلت لي شو اسمه. جيب هذا هسه. ستوب. يوز. ايش قد الطانه. اوه فولنا والله. حلو. استمنا نحتاج والله. اه ياخذ اثنين بعد. وطينا ويت. وطينا سترينث يعني قوة. هذا همنا بالويت. مثل ما قلت لكم خلونا بالله نروح هنا. يا جورني لا مو هذا. اكو بالسيوف هاي. هذا هذا سيوف نقدر نسوي. هذا مو مو سيف. هذا اي هذا ديفندر. هذا الديفندر فتحناه. هذا هذا يفتح لنا ذني. ذني ما نقدر نسوي منهم طبعا لانه هذا يحتاج خلينا نقول يحتاج احتمال يكون حديد. شيء حاليا ما عندنا حديد. فيرادنا يرادنا انه شوفوا هاي كل ما تفتح لك شغلة يفتح لك باقي الامور. فحسب حسب القوة السلاح قوة الدرع هذه الامور. بلا خلينا نشوف هذا الدرع شيريد ديفندر. وين الديفندر؟ اوكي هذا. اوه ما يحتاج شيء. سوي رهيب. صدق تدرون هذا اللي بيدي شنو قصة هذا الولد؟ انه هذا قبيلته انه هو شخص منبوذ. فأي قبيلة يشوفون هذا الشخص يعتقلوه. يعني شلون اخلي الديفندر بيدي؟ فيعتقلوه. وانه مو يعتقلوه انا من يعتقلوه. اي شخص يشوف انه هذا بيدي هذا رجال حشوية قال له انه هذا انت هذا البيدك انت شخص منبوذ. اي قبيلة تشوفك تموتك. يعني انت قبيلتك منبوذة خلاص. فعندك طريقة انه تفتح هاي من ايدك على مود تخلص من هاي الحياة البائسة. ادري على مود شنو تخلص من هاي الحياة البائسة. ادري الشرح بيض بس المهم يعني شرح اعتبره اعتبره شرح يعني. خلوا حاليا الاكس ما نحتاجه او البيكاكس. خلونا نشيل واحد منهم. اريد اشوف اداء الدرع هذا. اثنين ثلاثة اي حلو. ويا السبير يصير. حلو ويا السبير يصير يا ولد. لا راح السبير. وين راح؟ وين راح السبير؟ ما نقدر ناخذه من جديد. لا هياته. حلو السبير نقدر ناخذه. رهيب والله والله رهيب. بس طريقة الصد كيف؟ هاي 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 جاني جاني الوحش هذا. لا تروح على الضعفاء. لا تروح لا تروح على الضعفاء.
مات. هاي ابلع ابلع نيد على الدرج. اوكي خلونا اجل خلونا نصنع شو اسمه، خلونا نصنع السيف احسن. انا ما دام السبير يروح فخلونا نصنع السيف. وين السيف هذا؟ ما اتوقع كلش قوي هذا لهم، اقصد بس شو اسمه. هاي واحد واحد بعماني ولك مال هارفست، هذا مال هارفست. انا شو مسوي؟ خرب حظي لك، هذا مال هارفست مو مال قتال. هذا ابو السبير دا اصعد فوق. تعالوا هسه ابلا اي ما يجيبي مات والله. هذا شلون شلون جت بي؟ هذا طلع، هذا مال هارفست طلع. شلون حال شو اسمه؟ يلا سوي هارفست. شلون شو اسمه الخنجر اللي عندي بس يصير اسوي بيه هارفست؟ لا يا ولد شنو هاي؟ هذا فلنت، جيب السيف خليه هنا. خليه هنا بدال اثنين ثلاثة. اوكي تعال 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 تعال، قبل شوية انا عايفكم بحالكم، انتو ما تدرون هسه صار عندي درع. خوذة ما عندي لا حاليا، خوذة ماكو. خلونا نضربه فد سهم هيج. كامينج يقول لي. انت 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 اضربه، ولو ما اعرف شلون اصد حاليا، ما اعرف شلون اصد والله. استمينا خلصانه يا الله. قمت تضرب بالاسهم. ابلع ابلع ابلع. موتني؟ لا تشاقه والله ما جاي اشوف شيء. هذاك الدوني متعود على هال شو اسمه. شوفوا هذا اللي بيدي قام يلمع. وينه؟ والله لا اجيك، والله لو ادري بالبوكسات، والله بالبوكسات اليوم. قعدت؟ الدرع مالي يتلون. هاي 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 دمي دمي يا ولد. هذا قوي والله. هاي الاسهم خليهم هنا. ثلاثة معقولة ما راح يرميه. يعرف اسمي. ابلع ابلع. ابلع. هذا مال شو اسمه، جيب مال هارفست، جيب مال هارفست، وجيب هذا همين اخليه هنا. اوكي هسه نسوي له هارفست. هي ايات الجثة يا مدير، ايش عنده بالله؟ ما عنده شيء. هذا شنو؟ ايش بيها هاي؟ ها ها ها
التموا عليها، التموا عليها، تستاهل هاي، التموا عليها. راح اساعدكم، راح اساعدكم، راح اساعدكم. فايتر ليفل جديد، فايتر ليفل 1 هاي. اوكي خليني اجي اسوي هارفست اذا ممكن يعني. هاي شنو يا ولد؟ لحظة. شوف هذا مسالم ما يسوي شيء. حتى اسوي هارفست الصاحبة قدامه. سويت له هارفست الصاحبة قدامه ما عليه. يعني هذولاك العارات هناك واقفين. ابوي انت تمساح اركض. خرب يومه، قلت لكم اكو حيوانات مفترسة. بس لا يطلع، لا تمساح عادي هذا. اركض اضرب وصيد. والله هذا السيف مالي فاشل. كتلناه يا ولد، كتلناه كتلناه. اوه هاي الشيطانة باع 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 اللوت مال غنم. هاي شنو؟ سبويلد صاير هذا اللحم. اكو تماسيح. هاي السمج ماكو مثل شو اسمه همزين، ماكو مثل الارك. بس الطب جوا سمج اسماك مفترسه تجيك. لا يطلع اكو شو اسمه النوبه قرش. لحظه لحظه، اكو شيء لازم ندور عليه اللي هو الايرون. انا اتوقع يم الجبال اكو الاستون هذا. هذا هذا الايرون، هذا الايرون. حلو صار عندنا ايرون يا ولد. اوكي اتوقع نلقانا مكان هنا نعيش بيه احسن ما دام اكو ايرون هنا. بس وحدة شنو الموضوع؟ يا شكو جوي. والله جوي، والله صاملين ذولا. تمساح تمساح اضربهم كفو يا بطل، كفو. راح اساعدك، راح اساعدك. دول اوقف بمكانك انت الثاني، سوي حركات. والله راح يقتلوه، قتلوه والله. اوه الهيد شوت، ماتت. عمي انا بطل كذب. هو انا خليتهم يتحرشون بالتمساح. اوه هاي ايش عندها؟ جيب. لحظه لحظه الاغنيه ليش ما تروح؟ طب هو عارك ويا ذاك. ارانب يا ولد، ارانب ارانب. خلينا نشوف، لكن احتمال يعطينا شيء. مات قبل هذا صياد الارانب. تعال اعطينا هارفست نسوي لك. لحظه وينك بيك اب؟ وينه؟ حلو طانا هايد، طانا بس هايد يا اخي. ارنب، لحم ارنب، لحم ارنب يا معود. هذا يختلف نوعيته شو هي شيء. ابلع صيد، ابلع ابلع صيد، ابلع. صار الدنيا ليل. هذول مخيمين هنا، خلينا نشوفهم. من هذا يركض؟ تمساح صغير كيوت كان ابو بريص. طبعا سمعت صوت واوي، مدري ضباع، مدري شنو. اكو نار فوق، خلينا نشوف شو اكو هناك فوق.
ابلع. وش هذا ما يدمج؟ لا هذا ما يهاجمني هذا. اعذرني لعد. اوكي هذا ما ادري ايش سولف، ما ادري ايش خربط. ما يموت. يو ار لوست. ما يقول لي شو اسمه، مثل ما قلت لكم يقول لي انت ضايع، انت منبوذ، انت واحد اي قبيله تشوفك تبلعك. يقول لك ايبلا، يسوي لك اي قبيله تشوفك ايبلا. اوكي شوفوا هنا الاضباع اللي هنا، اكو فوق. شنو هذا النغمه المشتغله؟ اسمع صوت. اي والله اكو فوق. نزلوا؟ لا والله بعده. هاي يعني اذا انزل جوه اكو ضباع. باع بس باع شلون واقفين الكلاود شيء. وفوق همكو حياتهم. 5 3 نقدر نفلت منهم صح؟ نقدر نفلت منهم. باعوا 2 عدا اكو هناك بعد، يعني وين تروح منهم؟ والله مجلود مجلود اذا اجيهم. هاي شنو؟ والله هواية ذولا هنا. هلا هلا فوقها فوقها يجي تعارك. هاي النعامة تجي تتعارك. هاي النعامة انا استوني فالت من ضباع، تجي علي نعامة صدق كذي. ابلع 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 ابلع. خلي نسوي له هارفست. بالله شوف ايش الطينة. هاي طينة لحم بس لا تروح هيك، لا تقمز. اي فذر والله شي حلو. شنو هذا؟ نقدر ناخذ؟ اي والله اخذنا البي بس. اوه بس وزنه وزنه. نعامة تقتلني. نعامة اموت من نعامة. اموت تالي عمري اموت من نعامة. حلو والله يعطينا فذر. لحظة لحظة اقدر اسوي شو اسمه الكم فاير هنايا. بشنو استفاد منه الفذر؟ حاليا ما ادري. جيب لحم، جيب اكل لحم بعد شو تريد. اوه والله اللحم يزيد الدم بسرعة. صدقون خلونا نسوي هذا مال المي هذا. حلو نقدر نسوي ما دام عندنا هايد. نحاول بطريقنا منه نجمع منه مي حتى بعد ما نحتاج نروح. عطشنا. شوفوا هذا البطل شلون واقف هنا. ما ادري وحده اكو احد وياه. تعال يلا تعال يلا وانا اريدك تجي. خاف اكو احد هناك. اوه والله سلاحه قوي، والله سلاحه قوي يا ولد. تورطنا تورطنا يا ولد. صيد يلا ابلع. صيد ابلع. ها هاي الغشاش. هاني جاي اصيد. ابلع 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 ابلع. ايش عنده هذا؟ بس ستون عنده. يا قصدي بس شو اسمه عنده. بس وود خشب. شنو هذا عبالك شو اسمه؟ عبالك موبايل جيدوك. ما شاء الله كم واحد هنا؟ ما شاء الله هذا يسمم يمكن. واحد 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 يا بيض يا بيض. واحد واحد سوت لي بليد. والله سوالي بليد هذا الخنجر.
ذولا، هذولا هواي. اسلحتي بعدها مو قوية، واني حاليا يراد لي لحم اشوي. مثل ما دا تشوفون وصلت هنا هي. هجموا علي اضباع فيب. لهنا وصلنا وياكم نهاية المقطع. طبعا هاي بداية حلقة، ان شاء الله بين الحلقات راح اسوي البيت، اضبط اموري. يعني اذا تشوفون اكو وحوش واكو حيوانات مفترسة على مود نقدر نواجههم، دروعي اضبطه. فهاي الحلقة الاولى، اتمنى يكون عجبتكم. طولي اراكم بالتعليقات شنو رأيكم باللعبة. انا اشوفها لعبة حلوة والله، تستاهل التجربة. فان شاء الله بالحلقة الجاية راح نروح على الجبل ذاك ونستكشف شكو ماكو هناك. هسه اسلحتي وهاي مو يعني دروعي مو ذاك شو اسمه. وتفاجأت لاعبي قلتش اصلا يم الضباع، اردفلت منه وارد اصعد الجبل ما قدرت. المهم شكرا لكم على المشاهدة، شكرا على اللايكات، شكرا لكم، واتمنى تحطون لايك. يعني انا شكرتكم قبل لا شو اسمه. المهم شكرا على مشاهداتكم، شكرا على الدعم الرهيب. اشوفكم بالحلقة الجاية، لا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا السلام عليكم.